والذي كانت له هو الآخر نفسه الخاصة بقبضة عليه في سبيل الاستعمار بالدار البيضاء بتهمة الانتماء إلى الفدائيين. وعانى سليمان من الكثير من الأمراض التي دمرت جسده بداية المرض الجلدي الذي يشبه الجرح ومرورا بالرعاف والدلك الدموي، وانتهى بمرض السرطان المدمر الذي أنهى حياته. أمام معاناته من هذا المرض سيظهر الانتصار في شخصيته. بين سليمان الواقع طاقة استثنائية لكتابة سيرته الذاتية قبل انقضاء ونهاية الجسد. علاقة سليمان بالمرأة يحكمها الانتصار نفسه من خلال علاقته لاحظة بائعة الهوى، ثم صباح جارة قائمه وحيكوها وبمحبة النحاس التي تشبهه بازدواجية شخصيتها. وكان سليمان عضوا في المنظمة اليسارية السرية، وكانت خيباته مع النساء متتالية، بداية بتخليه عن أجية والفاتنة الإسبانية سابرينا التي حالت تشوهاتها الجسدية الخفية دون ارتباط سليمان بها. ثانيا، الكيان الاجتماعي. رواية الحجر والبركة للأديب عبد الرحيم جيران ظاهرها اجتماعي نفسي وباطنها سياسي، وتعددية البطل سمة مميزة لهذه الرواية، حيث العلامات اللغوية تتحول إلى علامات دلالية تغير مدلولاتها تبعا لسياقها التداولي وتبعا من أحلام أخلاقية تؤشر على الخيانات الفاعلة والعلاقات في بنيات النص الروائي، بوصفه تجسيدا لإرادة تتوخى إعادة كتابة التاريخ كصورة ذهنية لدى المتلقي ما دام سليمان معاصر لذاته. إنه شخصية تحاكي نفسها لواقع التشظي والتباسات الحياة في ممكناته الاجتماعية والسياسية والأخلاقية. سليمان تسكنه شخصية أبي أديب، فهو يتمنى موت أبيه، وهذا ما يفسر تداخل الحلم بالذات في معهود الحياة، فهو متعطش للحقيقة يمتلك إرادة العيش رغم وضعيته الصحية، وفي الآن نفسه يرفض هذه الحياة، يعيش معاناة التمرد، يعيش صراعا داخليا كل دقيقة. سليمان ثنائي شخصية مهيمنة في الرواية وموجهة لمجريات الأحداث وللتوتر السري الراسخ، كذلك لمختلف الأبعاد الأخلاقية، يجادل القيم عبر منظورات متعددة، بيد أن نمو الخطاب السري وتقاطعاته الاجتماعية لا يتم عبر المحكي السري لشخصية سليمان الثنائي فقط، بل عبر مكونات نفسية مختلفة مثل علاقة نجية بالمعلم والمرأة أو المرأة الشبيهة بالفيلسوفة كخلفية الشبيهة بالفيلسوفة أنا أريندتس، لكونها هي الأخرى درست الآداب والفلسفة، لذلك فهي تجمع على نحو مدهج بين الجمال والنباهة وقوة الشخصية. الرواية تكشف قوة المرجعيات الإيديولوجية والفكرية والبصرية المساهمة في تشكيل بنياتها، حيث نجد أنفسنا في محاكمة علنية للمرجعيات اليسارية في ضوء فشل مشروعنا المجتمعي، كما نجد حضورا للذاكرة السينمائية مثلا الممثلة جون فوندا، بيد أن المتخيل السري في هذه الرواية لا يرتبط بنسق نصي واحد، بل بأنساق مختلفة، ما دام سليمان الثنائي شخصية مركبة إلى حد الالتباس. التركيب هنا بالمعنى الذي حدده إدغار موان. هذه القصدية ساهمت في نجاح التأويل السردي من خلال كشف مختلف الأنساق في سياق تحولاتها الأخلاقية والسياسية والثقافية.
تزامنا مع ولادة سليمان تنادي في أربعينيات القرن الماضي، أي في المرحلة الكليانية، وصولا إلى عام 12/2000 المرتبط بموت سليمان، وبالتالي موت الواقع بتعبير الفيلسوف الفرنسي جان بودريار. ونشوء ينظر هنا الكتاب الفكر الجذري أطروحة موت الواقع. ونشوء وضعيات جديدة هنا دال على ما ذهبنا إليه بدايته. فما هي الرواية؟ لا ترتبط بالحكة والمتواليات السردية فقط، ولا بالدلالة الخطية للأحداث، بل بسوء فهم الإنسان والحياة، وبهذه العلاقة الملتبسة بين الإنسان والحياة، والاعتقاد الساذج أن الخير هو المنتصر في النهاية. الشر مجسد في الرواية في مختلف الصور، لا يتمظهر كمنتصر بل كمنهزم. الرواية أرادت أن تجعل من تجديد الحياة أطروحة رئيسة، لأن الحياة ترتبط بتلازم الخير والشر ومشاركتهما معا في دينامية الحياة نفسها وفي المتخيل السردي لرواية الحجر والبركة، لندرك في الأخير أن تأويل الحياة سرديا يحتاج إلى أنساق فلسفية، وإلى فهم عميق لفن العيش، وإلى وعي يدرك الحياة في ماهيتها كتجربة تعاش على نحو ما عاشه سليمان الثنائي. ثالثا، ترتيب الفوضى. الانقسام موجه للسر في مغايرته واختلافه. استحضر في هذا السياق ناقد فرنسي رصين، لكنه لم يكن متكرسا من لدن الإعلام الثقافي الفرنسي على وجه التحديد، رغم حديث رولان بارت عنه في أكثر من مناسبة، خاصة ما ورد في حوار مشهور بمجلة ديباب النقدية الفرنسية، ويتعلق الأمر بالناقد بول أونيشو الذي كان يشتغل لإنجاز أي عمل أدبي أو نقدي قدرا كبيرا من المعرفة والدقة والبحث المتواصل والاهتمام بالجماليات البنائية والفنية والكتابية. وعطفا على هذا الكلام، يحقق المكان في رواية الحجر والبركة تحققا للانتماء المشترك في منعطفاته، تبدأ الحياة وإليها تؤول، وتراه المكان لا يرتبط بتقله العاطفي بحسب، بل بممكناته، بوصفه كاشفا لصلة الوجود بالإنسان، وصلته بما تشكل في الماضي، وما يعاد تشكيله عبر تخيل الذاكرة، وهي تمد الحياة أو تمد الحياة بمنطلقات التفكير في آفاق رحبة، بيد أنه من الصعب معاودة كتابة تاريخ المكان كملحمة تشكلت في الماضي، لكونه ليس ميتافيزيقا ولا يخضع في الآن نفسه للتفسير العقلاني. والكتابة عن المكان بتعالقاته الدار البيضاء هنا نموذجا في الحجر والبركة، في تعالقاته وأنساقه المختلفة مغامرة تتسم بقدر كبير من الغموض، وربما لهذا السبب كانت مهمة الكتابة عنه تشبه تعاليم الشاعر الإغريقي هيسيود. المكان لا يحقق حضوره في الحجر والبركة كجزء من تربة الوجود فحسب، بل كسيرورة تتحقق داخل الذات. الفرض هنا في مواجهة المكان، لا يصفه على نحو في منروج، بل يحاوره ويجادله بصوت الذات بوصفها نتاج وعي فردي يستند على الجدل المشروط بسياقات مخصوصة. ووفق هذه الرؤية يمكن القول أن المكان في رواية الحجر والبركة بممكناته الأنطولوجية يتحول إلى تراث ذات نفسها، ذات سليمان الثنائي. إن الأمر إذن يرتبط
برغبة في إدراك الزمان كذلك كمدخل لفهم الحياة والوجود. والحالة هذه فالسر ليس بنية جامدة بل حرية متحولة عبر حاضر الماضي وحاضر الحاضر وحاضر المستقبل. إحالة هنا على الزمان والسر لبول ريكور الجزء الأول. وتبعا لهذا السياق فإن الرواية بشخوصها تتسم بفعالياتها السرية وقدرتها على تكوين العالم الذي أو التي بدونها لا يستقيم السرد ولا يتقيم.